وللمزيد ينضم إلينا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بداية وبعد التحية، كيف تقرأ هذه الزيارة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات العلمية والبيئية والاقتصادية، بالإضافة بالطبع إلى توافق الرؤى في الدور المصري في المنطقة؟ يعني الحقيقة بعد التحية، فأنا من الجيل الذي يقدر تماما ما نشاهده الآن من عودة العلاقات بين مصر وأرمينيا لكي تتأصل. فقد عشنا في زمننا في أيام المدارس والجامعة وجالية أرمينية كبرى كانت في مصر، وكانوا مشهورين في مجال الميكانيكا والكهرباء وصناعة السيارات، وبالتالي كان لهم نفاذ إلى كل منا بخدماتهم الطيبة. والأرمن واليونانيين الإيطاليين كلهم لهم بصمات في الأسكندرية، سواء على المباني أو في الأنشطة التي كانت تدور وقتها. ثم يعني جرت مياههم كثيرة في نهر النيل وتغيرت الأوضاع. لي تجربة شخصية، عندما كنت في البرازيل في ريو دي جانيرو ووجدت بعض الأرمن المهاجرين، وأذكر أخونا أرتين ملكونيان كان ما زال يعمل في السيارات وكان يصلح لنا سيارتنا، وكان يتحدث العربية بطلاقة ويقول أنا ليس لي أي سفارة في ريو دي جانيرو إلا السفارة المصرية. فولائهم لمصر شديد في الحقيقة، يعني على المستوى الإنساني كنا نتقبلهم ويتقبلوننا جدا بروح طيبة، كما أنت تذكري اليونانيين وما تبقى منهم في مصر أو الإيطاليين. ثم أرمينيا كانت جزء من الاتحاد السوفيتي القديم، ومع تفكك الاتحاد السوفيتي استقلت كدولة تستحق أن تكون دولة مستقلة لا تستعمر من الاتحاد السوفيتي، وصارت لها شخصيتها. وفي فترة الانقطاع هذه فقدنا الكثير من هذه الأسواق، وصارت أسواقنا الأكثر هي السوق العربي والأوروبي والإفريقي، وتخلف هذا السوق عن بعد أن كان من كبار عملائنا في كثير من صادراتنا. الآن حان الوقت، وأرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يراعي هذا تماما، أن نعود تاني مرة لدول شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، لأنها أسواق طبيعية لنا ويرحبون بنا ولهم نظرة إيجابية جدا تجاه مصر والمصريين ومنتجات مصر. وهذا ما نراه، أننا توقيع اتفاقيات في الزراعة ولنا باع طويل. الآن نحن من أكبر مصدري الخضر والفاكهة والموالح والبرتقال والزيتون والتمور إلى أوروبا في فترات الشتاء التي لا ينتجون فيها المواد الزراعية. وأرمينيا ليست بعيدة عنا، لها مشكلة بسيطة، أن هي أصلا دولة غير مفتوحة على البحار، هي دولة مغلقة، ولكي نصل إليها يجب أن نصل عن طريق بلدان كثيرة حولها، إنما لا يجب أن يكون هذا عائق، وبالتالي نستعيد هذا السوق المهم. أيضا على المستوى الإنساني كما قلنا، هناك اندماج إنساني بين الطرفين. وجدنا أيضا اهتمام مشترك بموضوع البيئة، ومصر لها باع طويل منذ استضافة مؤتمر كوب 27 للبيئة على أرض مصر. مجالات كثيرة جدا واضح أنها ستربط البلدين مرة أخرى، وإن شاء الله أعاننا الله لما فيه خير العالم وخير مصر وأرمينيا إن شاء الله في المستقبل. يا رب، اللهم أمين. يعني يتحدث سعادة السفير رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشانيان الآن عن العديد من التعاونات أو التعاون أو الاقتصادي بين مصر وأرمينيا، خصوصا الحديث عن أنه بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى لأرمينيا العام الماضي، وبالتحديد في مارس العام الماضي، تم يعني الاتفاق على العديد من الروابط والتعاون الاقتصادي وتدشين منتدى لرجال الأعمال بين مصر وأرمينيا، وكان هناك يعني جولة للعديد من رجال الأعمال المصريين والمستثمرين إلى أرمينيا لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة لهم في أرمينيا. كيف تقرأ هذا الحراك منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي السنة الماضية وهي الأولى جديدة للأنشطة الرئاسية؟ نحن الحقيقة أنا أشهد كدبلوماسي فقط خدمته في الدبلوماسية 60 سنة، أننا أمام تطور كبير جدا إيجابي،
أننا نستخدم الدبلوماسية الرئاسية. طبعا السفراء والوزراء لهم طاقاتهم ويستطيعون إضافة الكثير لما يفيد المصالح المصرية والاقتصاد والعلاقات الثقافية، لكن ميزة الرئيس أنه إذا جلس على مائدة للتفاوض فورائه 5 أو 6 وزراء مختلفين، فإذا قال فعل كل شيء سيقوله الرئيس سيسجل وينفذ على الفور. طبعا أرقى من مستوى الوزاري أو مستوى السفراء. ورئيسنا ما شاء الله جاب العالم أعانه الله من طوكيو في أقصى الشرق ثم باريس في أقصى الغرب ثم عاد لطوكيو لمناسبة ثانية، وهكذا ذهب للشمال وحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذهب للجنوب وتحرك في إفريقيا. ودائما أعتز بمثال جيد يمسني شخصيا هو أنني كنت سفير غير مقيم في غينيا الاستوائية، لأن الاستحالة هناك استحالة في الإقامة، لا يوجد مكان للإقامة. وكلما ذهبت إلي كان الرئيس أوبيانج يستضيفني في قصر الرئاسة. رئيسنا ذهب إليها، أخذ معه المقاولين العرب وبنى سفارة وصار لنا سفارة وسفير وأعضاء في غينيا الاستوائية. نعم، ولكن إذا تحدثنا الاهتمام الشديد بكل نواحي على العلاقات المصرية الخارجية. يعني اليوم شهد العديد من مذكرات التفاهم أو التوقيع على العديد من المذكرات التفاهم بين مصر وأرمينيا في مجالات الزراعة والمجالات العلمية والمجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى الحديث على أنه هناك وفد مرافق. كيف ترى أهمية زيادة الاستثمارات المصرية الأرمينية في الوقت الحالي باعتبار أن أرمينيا تنظر إلى مصر بأنها سوق كبير اقتصادي، وأيضا هي بوابة للدخول إلى الأسواق الإفريقية، والعكس أيضا تنظر مصر إلى أرمينيا بأنها بوابة هامة جدا للدخول إلى الأسواق الأوروبية؟ يعني هي مصر صارت سوق مغرية جدا لكل من يفكر في الانتاج والاستثمار، ونحن نسوق لمصر ليس فقط انها سوق ال 100 مليون، لا ده احنا سوق ال 2000 مليون مستهلك. كيف؟ لاننا عقدنا مجموعه من اتفاقيات التجاره الحره مع الدول العربيه، ال 22 دوله عربيه، مع 51 دوله افريقيه، مع 27 دوله في الاتحاد الاوروبي، مع 4 دول في امريكا اللاتينيه. مجموعه هذه الاسواق سوق 2000 مستهلك، بمعنى الذي ينتج سيارة أو تلفزيون أو أيما يكون على أرض مصر يستطيع أن يصدرها لهذه الأسواق دون رسوم جمركية أو أي عوائق. شيء بديع قامت به الدبلوماسية المصرية على مدار السنوات الأخيرة فعلا. فكما تفضلت أن الرئيس الأرميني يرى أن مصر منطقة انطلاق جيدة جدا لأي استثمار لبلده. من الجانب الآخر نحن لا نريد أن نهمل أسواق كان لنا فيها تميز، وهي أسواق شرق أوروبا وأسواق الاتحاد السوفيتي القديم الذي تفتت في نهاية عقد الثمانينيات. هذه أسواق كنا نصدر إليها ويمكن أن نستعيد قدرتنا على التصدير، بما يفيد يعني رفع قيمة صادراتنا التي نسعى لأن تتفوق على ما هي عليه الآن. وبإذن الله سيكون في هذا الاجتماع وغيره الخير العميم لنا ولكل شركائنا. نعم، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر الصحفي عن استعداد مصر للشراكة مع أرمينيا لنقل الخبرات المصرية في مجال البنية التحتية والنقل إلى أرمينيا. كيف تقرأ أبعاد هذا التعاون؟ لدينا سمعة طيبة للغاية في هذه المجالات، ولدينا خبراء يجوبون العالم. لدينا صندوق مصر للتعاون الفني والاستثمار في مختلف البلدان الشركاء الذين يحتاجون لخبرتنا. مصر أوفدت مئات الخبراء إلى بلدان في إفريقيا وأسيا وبلدان شرق أوروبا، ونستطيع أن نواصل ذلك أيضا مع الشريك الذي هو ضيف علينا من أرمينيا، وبالتالي فعلا ننقل الخبرة. ومن حسن الحظ أن خبراء مصر يتميزون بأنهم من أجود أنواع الخبرة، وأيضا تكلفتهم ليست عالية والكل يشهد بهذا. أيضا نحن نبيع أو نسوق لفكرة أن من ينتج على أرض مصر أو يضع بضائعه في أرض مصر
فهو في بلد تقف على الخريطة في منتصف العالم كله. الذي ينتج في مصر سوف يكون على بعد مرمى البصر إلى أوروبا، وعلى مرمى البصر إلى الشرق الأقصى والصين وإفريقيا أيضا. بالتالي أيضا نحن نبيع الموقع أو نسوق، لأننا موقع متميز زائد الاتفاقيات التي أشرنا إليها تفتح لنا أسواق عديدة. نعم سعادة السفير، أيضا تم الحديث عن أنه هناك نوع من أنواع التوافق في الرؤى بين الجانب المصري والأرمني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ويعني الجهود المصرية الجارية لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في غزة والرجوع إلى طاولة المفاوضات وصولا إلى يعني سير الشرعية الدولية ومرجعية الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كيف تقرأ أيضا هذا التوافق؟ هذه الدول طول عمرها، أرمينيا ودول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق، هي كانت داعم ومؤيد أوتوماتيكي تلقائي لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبالتالي كسبهم مرة أخرى إلى جانبنا مؤكد ومهم، ونستطيع الاعتماد عليهم في تسويق قضيتنا. ثم طبعا هي عانت من استعمار أجنبي، وتعرف المعاناة التي يؤدي إليها استعمار دولة لدولة أخرى، بالتالي هم يدينون معنا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويساندوننا في المطالبة بعودة فلسطين حرة إن شاء الله من أجل أهلها، ومنع الدمار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضهم وبلدهم. نعم، الحديث أيضا عن دعم مصر لكافة مبادرات السلام للوصول إلى تهدئة الوضع في جنوب القوقاز لتحقيق السلام لشعوب هذه المنطقة. بالتأكيد، لأنه الشعور متبادل، نحن نؤيدهم في قضاياهم وهي قضايا عادلة وتتمشى مع نفس مطالبنا يعني إثبات وضع الشرعية الدولية، لأن للأسف هناك من يتحدى الشرعية الدولية. كلما ذهبنا للأمم المتحدة نقابل بفيتو يوقف قراراتنا، وهناك من يريد أن ينقل الشرعية إلى شرعية القوى العظمى فقط هي التي تقرر، وتصبح الأمم المتحدة مجرد يعني غلاف أو أسطورة أو برواز لجهودنا. وفعلا نرى ظاهرة مؤسفة أن الشرعية الدولية والقانون الدولي لا يطبقان، وانما تريد القوى العظمى هو الذي يفرض على بقيه دول العالم. نقاوم كلنا هذا، وارمينيا معنا تعاني منه وتريد ان تغير هذه الصوره، وباذن الله يعني من صار على الدرب وصل، وما ضاع حق ووراءه مطالبون. ولهذا ياتي ميزه التجمع في الذي نراه الان، واننا نحشد القوى المختلفه لكي نجعل العالم يقول لا بصوت مرتفع لكل من يحاول أن يقلل من شأن التنظيم الدولي والشرعية الدولية. نعم، تحدث أيضا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان عن السياحة في مصر والفرص الاستثمارية الواعدة سياحيا، وأيضا وجود العديد من الأرمن في مصر ويزورون مصر من فترة لأخرى، بالإضافة بالطبع إلى الجالية المصرية الجالية الأرمينية المتواجدة في مصر. يعني هناك اهتمام بالبعد السياحي، أيضا هناك اهتمام بسياحة المؤتمرات والمعارض منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى أرمينيا السنة الماضية، فنجد أن هناك مشاركة لأرمينيا في المعارض الهامة مثل معرض القاهرة الدولي 56، وأيضا مشاركة أرمينيا في معرض فود أفريكا. كيف تقرأ هذا الاهتمام وهذا التواجد اقتصاديا وسياحيا؟ هو يعني انعكاس لنجاح للسياسة المصرية التي نجحت في أن تنفتح على كافة أطراف العالم، وأصبح في مصر ما يجري السائح ليس فقط سياحة الآثار والأهرامات وأبو الهول والأقصر، وإنما سياحة الشواطئ. نحن لدينا من أجمل شواطئ العالم وأجمل البحار زرقة، ولدينا أيضا سياحة التعليم، لدينا مئات الآلاف من الطلبة يدرسون في القاهرة، لدينا يعني أشكال وألوان من السياحة، وكما أشرت أيضا نتكلم عن رجال الأعمال.
أنا سألت مرة بعض المستثمرين من إخواننا في مؤتمر من مؤتمرات الاستثمار في الخارج، وسألتهم ما الذي يجذبكم في مصر؟ قالوا يعني إحنا بنذهب لأوروبا، أوروبا عادة يعني ترفع أنفها إلى أعلى اتجاه الأجنبي. مصر بلد حاضنة لزوارها، نحن نأتي إلى مصر وربما لا ننزل في فنادق وإنما نستأجر شقق في وسط القاهرة، ونلقى كل الترحيب من الأسر المصرية. بل لو اضطر رجل أعمال أن يسافر ويغادر لفترة قليلة ويعود لمصر فإن أسرته موجودة، ومصر طبيعتها لها انفتاح على الأجنبي. نحن عادة الشعب المصري بحكم التاريخ واختلاطه بشعوب كثيرة ودود نحو ضيوفه من الأجانب، وما شاء الله مصر تستضيف حاليا يعني غير مصريين قدرهم الرئيس ب9 ملايين يقيمون بيننا ولا يشعرون بالغربة، وده شيء من الأشياء التي تتميز بها مصر ويعتبر من عناصر الجذب للسياحة بكافة أشكالها التي ذكرناها. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق.